أحمد حرقان يعتذر ويعترف بالخطأ في بث مباشر مع أكرم حسن، أعتقد هو سلفي، وهنعلق على هذا البث المباشر اللي كان من يومين. ده موضوع حلقة النهاردة. السادة المشاهدين، أهلا بكم. أنا فوجئت إن في بث مباشر لأخ سلفي اسمه أكرم حسن مع أحمد حرقان. أحمد حرقان من تونس وهو أعتقد من مصر أكرم حسن، واعتقدت إن هم اكتشفت إن هم بقالهم فترة طويلة أصدقاء من مداولات البث المباشر، وأيضا اكتشفت إن هم كانوا عاملين حوارات تحت عنوان الحوار الإيجابي. وحوار إيجابي ما بين أحمد حرقان كملحد ومع أخ سلفي، أعتقد أنه هو أمر مهم، وده اللي احنا هنحاول نعلق عليه عن طريق اللي فهمته من البث المباشر. بقى لي زمن ما طلعتش على البث المباشر، وأول ما طلعت وفاجأ بقدر الله سبحانه وتعالى إن أنا أطلع مع أعز صديق ليا وهو صديقي أحمد حرقان. ما كدبتش عليكم في حاجة، أنا بجد بحب أخويا أحمد حرقان لما كان ملحدا ولما ادعى فتره ان هو صار مسلما. بس انا الفتره ديت يعني كنت مصدقه وهو بجد يعني معذور، يعني انا التمست له العذر وانا مسامح في حقي، وهو ما كانش ينفع يكذب عليا، يعني ما كانش ينفع يقول لي يا اكرم انا هعمل كده عشان خاطر اللي انا اسافر وممكن يقابلني ناس من بتوع داعش، لانه عارف طبيعتي ان انا مش هقبل حاجه فيها كذب، وفي نفس الوقت هو عارف اللي انا هساعده، يعني ممكن يكون هو عارف اللي انا هسامحه بعد كده. يعني ما حبيتش احطك في المعضله الاخلاقيه اللي انا كنت موجود فيها، ادخلك انت كمان فيها. وانا اعتذرت للاخ اكرم علنا وخاص في كل حاجه، ولسه بعتذر له وبعتذر له قدامكم كمان. والله يا عم احمد انا مش عايز اعتذارك، انا كل اللي عايزه ان اشوفك كويس وتعيش يعني سعيد ومطمئن وتعيش حياه جميله يعني. وانا عارف متاكد مليون في الميه ان انت لن تسيء الى الاسلام ابدا، يعني دي حاجه انا متاكد منها مليون في الميه، انك مجرد بعد كده هيبقى في تساؤلات، هيبقى في نقاشات محترمه على نفس النسق اللي احنا عملناه بتاعت مبادره الحوار الايجابي. الحوار الايجابي، نعم صحيح. هل توقعي ده صحيح؟ توقعي ده صحيح؟ طبعا هنكمل مع بعض في الحوار الايجابي باسلوب يعني ما يخلينا نفضل نحترم بعض ونفضل يعني ما نزعلش بعض، يعني عشان يستمر الحوار. يعني الاسلوب القديم انتهى خلاص، تغير بالتدريج أكرم، حاجة يعني ملحوظة، لأن الإنسان ما ينفعش يفضل على نفس الأسلوب، لازم يطور نفسه ويتعلم من غلطاته. والحدة الأولانية طبعا ما عادتش موجودة، يعني الأول كان فيه حدة وشوية كنت هجومي، يعني دلوقتي السن والخبرة وكده تخلي الواحد يتغير، يعني الواحد بيطور كبرنا نفسه ويعترف بأخطائه. طبعا كبرنا وتعلمنا بما فيه الكفاية. يعني كبرنا لعل وعسى عم أحمد الفترة اللي أنت كنت فيها الشلة اللي كانت حواليك هي أصلا يعني لسنة طويل، وفي نفس الوقت ما كنتش لاقي حد يعني صاحب عقلية مميزة ومحترم يتناقش معاك ويتفاعل معاك في فيما تفكر، صحيح ولا انا بتهيألي؟ صحيح طبعا، كان في خطر فعلا على حياتي. اليوم اللي انا اعلنت فيه الاسلام كان في بلطجيه تحت البيت عندي حاولوا يحتكوا بيا، وقلت لهم انا دي اللحظه اللي انا اعلنت فيها اسلام، يعني قلت لهم انا اصلا تبت من زمان واشهد ان لا اله الا الله، وطلعت كتبت بوست قلت فيه في ناس قدام بيتي حاولوا يضايقوني وانا اشهد، قلت لهم ان انا اشهد ان لا اله الا الله رسول الله، وانا عارف ان مين اللي بعتهم ومش عارف ايه وكلام من هذا القبيل. انا النهارده بدفع ضريبه عقاريه، ضريبه للسياره، ضريبه لحاجات كتيره. المسيحي بيدفع ضريبه او النصراني بيدفع ضريبه، تمام؟
انا بدخل الجيش، هو بيدخل الجيش، ده يطلق عليه اهل جزية؟ لا، في مصطلح اسمه المواطنة، ده اللي لازم يطبق دلوقتي. انما اقول يا ده النصارى اهل الجزية يدفعوها وهم صغيرون دلوقتي؟ لا، مفيش درجة تانية او درجة اولى، خلاص ماشي. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. في سؤال ليا انا، فانا بقول لا، انا مش مقتنع بوجود اله خالص، اي اله، مش مقتنع بالاله. طب وصلت فعلا، ما زلت المرحلة ديت، ان فعلا انك فعلا ملحد لا تؤمن بوجود الله الصانع الخالق؟ اي اله، مش مؤمن بالخالق، مش الخالق مؤمن بالخالق، انا الخالق لا او خالق، لا مش مؤمن بفكرة ان في خالق خالص. وان تكو حسنة يضاعفها. اعمل انت حسنة مع حيوان، مع قطة شربها كده، وان تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا مبينا، ده هيديك أجر اجر عظيم. اجر عظيما. اسف، شكرا يا عم حد. دي ميزه حفظ القران. انا انشغلت بالدراسه الكتاب المقدس. لا، الحفظ مش أهم حاجة، بس عشان أنا حفظته وأنا صغير وأنا طفل. لا، الحفظ مش انا أهم حاجة. حفظته على قبل. وانشغلت بالتاريخ والعلم ينسي بعضه بعضا. فاكر ما درستش في حاجه والله، ما قلتش حاجه خارج القران. يعني هو موجود وحافظ القران يمكن اكتر مني، واكيد اكتر مني، لان انا انشغلت بحاجات كتيره. يعني بلاش التلاعب في الكلام، وانت تعلم ان المرتد عندكم يقتل. والله انا عامل حلقه عن حد الرده، واتكلمت ان المرتد لا يقتل. انا بالنسبه لي ان حد الرده ده هو جزء من حد الحرابه. لان انت عامل بس على قناتي انا يا استاذ اكرم، عشان هل هي طلعت فعلا نفس الشخصيه اللي اهلا ب... اهلا ب... 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 بيكم جميعا. هو انت بس عامله على قناتي ولا على قناتك؟ والله يا اخويا ما عارف. شكلك عملت على قناتي انا. اتعمل على قناتك وعلى قناتي وعلى صفحتي. عشان كده يعني هو بس مشترك ما بين وانا بقول برضو كفار قريش دول، او كفار قريش دول طلعوا منين؟ تمام. عشان كده انا قلت في اكونتات انا عارفها كويس جدا عندي، فايه اللي جابها هنا؟ عموما انا فرصه بتصور كويسه برضو والله. وعمال الاكونت هاليو في بتاع شخصيه مهمه في حياتي، انسان عظيم يعني. هي الناس بتحبك على قناتك يا احمد. يعني في ناس كتير موجودة عندك، وقلة من المؤمنين موجودين عندي، والقلة دول اكيد يعني طبعا بيحبوك قوي عشان الموقف الاخير. هو ده التقدير الالهي يا عم احمد. يعني ده حاجة انا ما عملتها من غير تركيز. انا فوجئت ان هو بس على قناتي اللي كمان. انا عمال اقول يعني انا مع كفار قريش دول، جم منين؟ جم منين؟ الناس دي مش جمهوري. مش ناسي، لا لا لا، مش واخد على ناسي. مستغرب يعني. اخواننا خلونا نحب بعض ونحترم بعض كده يعني. تمام، ده جمهورك أكرم، انت. أكرم رغم كل حاجة مش عارفين قنواتنا من بعضها يعني. لا، اصلا انا عايز اقول لكم حاجه، انا والاستاذ احمد شركاء زمان في الايميل بتاع الستريم يارد. من لحد دلوقتي أكرم مديني الستريم يارد بتاعه باستخدامه. لما تقولش بتاعي، انا وانت واحد. هو الستريم يارد بتاعنا اصلا من زمان، ف ما انا اللي اتلخبطت وانا بختار يعني. لكن هو اساسا من زمان، وحتى الاستاذ احمد مع الباسورد بتاع القناه بتاعتي من زمان. يعني لحظه ممكن اللي هو يطيرها كلها على بعضها يعني، بس هو عمره ما يعمل كده لانه شخص امين يعني. اول حاجه طبعا هو بدا انه بيقول صديقه احمد حرقان، وان هو بيحبه، وان ما زال هذا الحب في قلبه يعني، سواء هو كان ملحد او في الفتره اللي هو ادعى فيها الاسلام، او لما رجع ملحد مره اخرى. طبعا ما اقدرش بقى اقول الحب في الله من المصطلح الايماني، لان المصطلح الايماني الحب في الله
لا يجوز إلا للمؤمنين. يعني ففي النهاية ده حب إنساني، حب إنساني لشخص أكرم حسن وصديقه أحمد حرقان، اللي هو استمرت صداقتهم فترة طويلة، وفي درجة من درجات الثقة والاطمئنان والأمان. يعني الحب الإنساني أعتقد إن هو برضه شيء مهم في حياتنا، ولما يطلع من واحد سلفي ده شيء مهم جدا. طبعا دخل معاهم على البث المباشر أخ اسمه أحمد أمين ولا ما أعتقد، وهو قال كان دخل في حوارات مع أكرم حسن، وبيقول إن هو يعني وصل لمرحلة الشك بسبب استماعه لأحمد حرقان، فجابه بيتناقشوا عن الشكوك. وهو كان بيقول أحمد حرقان وأكرم حسن إن هما إزاي يوصلوا لمرحلة إنها في التساؤلات، مش المرحلة القديمة اللي كان بيتكلم فيها أحمد حرقان. ربما كان فيها، طبعا ما تابعتش كل حوارات أحمد حرقان اللي كانت على الهواء مباشرة مع توني خليفة ومع غيرهم من المذيعين الكتير جدا، ان هو ربما كان حاد جدا، كان هجومي جدا على الإسلام بشكل أو بآخر. طبعا الناس كانت بتستنفر، فازاي يتطور هذا الموضوع؟ قال له طبعا لا لا، مش يعني هو بيقول له طبعا اكرم حسن ان احنا مش هنرجع للطريقه القديمه اللي كان فيها حده، وكان بيقول له ربما بعض اصدقائك، يعني كان اصدقاء السوء من وجهه نظر اكرم حسن، يعني هم اللي كان بيخلوك تتكلم بهذه الطريقه. وهو قال له احنا كبرنا، يعني بمعنى صح لقد هرمنا يعني بالمصطلح التونسي القديم، وان هو ايه مش هيكلم بالطريقه القديمه، ولكن انها هتبقى تساؤلات، ويتناقشوا في موضوع هي تساؤلات ولا شبهات. فهو احمد حرقان رفض فكره مصطلح شبهات دي يعني، واتفقوا في الاخر ان هم ان الموضوع يكون تساؤلات. هو طبعا اعترف احمد حرقان ان هو ملحد، لا اله، لا يوجد اله ولا يوجد خالق لهذا الكون. حتى احمد امين اللي هو وصل لمرحله الشك بسبب احمد حرقان قال له لا، يعني ازاي الكون ده بهندسه الكون وحاجات زي كده، وازاي يكون من غير خالق؟ معنى اصح ان هو وصله لمرحله شك في الاسلام ربما احمد امين، انما ما قدرش يوصله لمرحله الالحاد اللي هو لا يوجد خالق. طبعا احنا اتفقنا قبل كده ان الالحاد مستويات، في لا اله اللي هو احمد حرقان اعترف ان هو في المربع بتاع لا اله، وفي مربع تاني الربوبيه اللي هو ربما يكون وصل ليه احمد امين، واللي هو انتشر جدا في الغرب كتصريحات، يعني التقارير البي بي سي وغيرها من التقارير بتتكلم عن الناس اللي هو بيتكلموا ان هم على مسافه واحده من الاديان، وان هو بيحترم كل الاديان. وفي مستوى اللي هو لا ديني، او ساعات بيقولوا ايه لا ادري او لا ادريين. لا ادريين يعني هو يقول له هل ممكن في اله؟ يقول له هو في ممكن بس انا مش متاكد. طب هل ممكن في اديان ونبوات؟ يقول لك ممكن بس انا مش متاكد. يعني هو فعلا لا ادري، مربع لا ادري ده برضه مربع اصبح موجود لدى قطاعات من الشباب او غيرهم بسبب الاضطرابات اللي حصلت الفكريه والفلسفيه اللي حصلت في الفتره الاخيره جدا، بسبب بعض الناس بيتكلموا باسم الاسلام زي ما قلنا قبل كده. وطبعا تطرقوا لفكره، طبعا انا فاكر برضو عمرو الشريف، الدكتور عمرو الشريف اللي هو كتب ابي ادم وكتب عده كتب وهو بيحاول يواجه الالحاد وحاجات زي كده. فكنت انا مره كان رايح هو يدي محاضره في دمنهور، ويعني شاءت الاقدار ان احنا تزاملنا في القطار فتره السفر وتحدثنا كثيرا، وتطرقنا الى فكره ان هو ازاي بيقعد مع الشباب الملحد وبيحاول ان هو ايه يخليه يعني يرجع عن الحاده. وفهمت من كلامه ان هو بيقدر يوصلهم عن طريق، هو طبعا طبيب يعني بشري وعنده معلومات كبيره فيزيائيه وغيرها من المعلومات ودراسات، وعامل كتب عن التطور. هو طبعا مؤمن بالتطور، مؤمن ان في يعني كان بشر قبل موضوع ادم، وقعد مع عبد الصبور شاهين فتره طويله من الحوارات قبل ما يموت عبد الصبور شاهين، وكتب زيه كتاب ابي ادم بس ربما مطعم ببعض المعلومات العلميه والطبيه وغيرها والتشريحيه والاكتشافات البيولوجيه اللي اكتشفوها البيولوجيين، الكربون الاسود وازاي اكتشفوا اعمار بعض الجماجم وحاجات زي كده. المهم خاص الموضوع ان الدكتور عمرو الشريف كان بيقول لي ان هو بيقدر يوصلهم عن طريق فكره هندسه الكون ودوران الشمس والكواكب والمجرات وحاجات زي كده بدون دخول في التفاصيل، وان مش ممكن يكون هذا الكون بهذه الدقه المتناهيه، وان اي سرعه زياده او اي دوران في اختلاف او اي اهتزاز في هذا الكون العظيم الكون ينهار تماما
ولا توجد حياة على هذه الأرض، وإن هو لابد أن يكون هذا الكون خالق. يعني خلاصة الموضوع أن هو بينقلهم من مربع الإلحاد اللي هو عليه أحمد حرقان لمربع الربوبية اللي هو ربما يكون مؤمن بالله. قلت له طيب ماشي، انت خليته يؤمن بالله ونقلته من الالحاد اللي هو لا اله الى الربوبيه، طب بتعمل ايه في المرحله الثانيه؟ قال لي المرحله الثانيه دي صعبه جدا، ما بقى يعني ساعات ما بفشل فيها، ده معنى الكلام اللي هو قال لي سماها الاتصال، اتصال السماء بالايه؟ بالارض. يعني اذا كان هناك خالق لهذا الكون وهندسه هذا الكون وان هناك اله، ولكن فكره ان هو يتصل بالبشر عن طريق ملك او عن طريق جبريل دي من الصعب اثباتها علميا. هو وجهة نظره ان هو بيحاول يثبتها علميا، فكره ان في اله لهذا الكون عن طريق هندسته الدقيقه جدا، ان فكره ان السماء تتصل بالارض بيفشل ان هو يثبتها علميا، وبالتالي بيترك الناس لايه؟ لربوبيتهم، وهم حرين بقى يقتنعوا بالديانه اللي هم عايزين يقتنعوا بيها. وطبعا زي ما اتفقنا ان هو الاديان زي ما قال يوسف زيدان ان هو في اديان غنوصيه وفي اديان سماويه طبقا لتوصيف يوسف زين، وسمى الاديان السماويه ان هو السماء بتتصل بالارض عن طريق ارسال جبريل او ارسال كتاب زي التوراه او الانجيل او القران، بمعنى اصح الديانات الابراهيميه. وفي ديانات غنوصيه بقى الزرادشتيه بقى البوذيه المنويه وكل هذه الاديان وغنوصيه، وبيتكلم من وجهه نظر يوسف زيدان ان هو الأرض تتصل بالسماء، بمعنى أن هؤلاء الناس بيمارسوا رياضات روحية ضخمة جدا إذا كان بوذا أو غيره، يذهبوا إلى الصحراء ويعملوا خلوة، وعن طريق التركيز أو الإرادة إن هو بيحاولوا يتصلوا بالسماء أو يستلهموا الحكمة من السماء أو يستلهموا، يعني المهم إن الأرض هي اللي بتحاول تتصل بالسماء أو بتحاول تتواصل مع السماء، بخلاف الأديان السماوية اللي السماء بتتصل بالأرض عن طريق الملائكة أو عن طريق الكتب المقدسة أو الكتب السماوية. فهو مرحلة الاتصال دي بيبقى صعب إيه إثباتها، ده كدكتور عمرو شريف دخل في الموضوع يعني بكتب كتير، وهو دخل في حوارات كتير جدا مع الإلحاد، وأظن الحبيب علي الجفري كان برضه بيدخل في حوارات من هذا النوع، وبيحاول برضه يثبت الربوبية عن طريق هندسة الكون والأمور الفيزيائية وغيرها من الأمور. المهم إن يعني كان طبعا اكرم حسن انا يعني بصراحه حبيته من اللقاء واحترمته كشخص سلفي، وربما هو ما يكونش سلفي قوي لان هو حتى مش حافي في الشارب، لان هو السلفيين الناس اللي يعني عارفه السلفيين مقتنعين ان هو ان الرسول كان بيحف في الشارب ويطلق اللحى فبيعملوا زيه، فتلاقيهم كلهم حالقين الشوارب يعني مفيش شارب، وبيطلقوا اللحيه ولازم تكون قبضه وطويله وحاجات زي كده، فكلهم ايه؟ وكان هذه الامور مقدسه، اذا كان الرسول بيحف الشارب ويطلق اللحى اصبح امره كانه ايه؟ جزء من الدين، وبغيره يبقى انت كده مخالف للدين. وبيحاولوا طبعا عن طريق ايه؟ قنواتهم وخطابهم ان هو يؤسسوا لمثل هذه الامور، وكان هذه الامور يقينيه، وحتى لو يقينيه وكانها جزء من الدين، حف الشوارب واطلاق اللحى، فهو مش حافي في الشوارب. برضه اكرم حسن رفض حد الرده، واعتبر ان الرده دي زي الحرابه يعني قطاع الطرق، فلازم يبقى لهم عقوبه، مش فكره ان واحد ترك دين وانتقل لدين اخر. وكمان اتكلم عن المواطنه ورفض فكره مصطلح اهل الذمه. فكل هذه الاراء اللي بيقولها اكرم حسن اللي هو سلفي بجد فهي اراء متطوره، وده اللي احنا بنقوله وبنحاول نوصله للناس، يعني فكره الامور ان هو فكره اهل الذمه يعني رغم انها موجوده في القران، يعني حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون، ان هذه الامور ربما تكون زمنيه او لها مواقف محدده وليست من المقاصد العليا للاسلام. وقلنا الكلام ده في حاجات كتير، ازاي ان احنا ممكن زي ما قال القرضاوي ان احنا ممكن نتجاوز عن النص المباشر او حرفيه النص ونذهب الى المقاصد الكليه ونترك النص الجزئي، الكلام اللي بيقوله الشيوخ نفسهم. فهو اكرم حسن متطور بيفكر بعقله في النص القراني، وربما زي ما قلنا بيرجئ او بيخلي بيقدم المواطنه على اهل الذمه او مصطلحات المستويات المختلفه، يعني على اساس ان في ناس درجه ثانيه وناس درجه اولى مسلمين ومسيحيين، ويقول لا الكلام ده بيحارب جنبك في على جبهه القتال وبيدافع عنك وبيحمي معاك السلاح، فده انتهى موضوع اهل الذمه ويعطوا الجزء عن يدهم وهم صغيرون، فقال الكلام ده انتهى ونتكلم عن المواطنه. فاذا نتكلم عن اكرم حسن بيقدم اراء متطوره جدا سواء في الرده سواء في موضوع اهل الذمه، وده ثبت عن طريق الحوار ودخول الناس عليه. طبعا هو دمه خفيف قوي طبعا اكرم حسن، لان هو حتى بيقول هو واحمد حرقان ان هم مطمنين لبعض قوي، لدرجه ان هو قال الرقم السري بتاع
القناه بتاعته مع احمد حرقان، او ان الايميل ستريم واحد، وهو حتى ما كانش عارفين البث المباشر نزل على اهله قناه، ففوجئ ان هو نزل على قناتين، على قناه احمد حرقان وعلى قناه اكرم حسن. فبيقول له انا حتى مش عارف كفار قريش دول جم منين، او احفاد كفار قريش جم منين، لان كان في ناس بتخش تهاجم وتتهم وتتدليس، وان انت بتدلس على الاسلام، والاسلام عنف، والاسلام كذا والاسلام كذا. وحتى طالب الادمن ان هو بقدر الامكان يحاول يدلت الناس دول ويشيلهم، لان هم مش عايزين، يعني هم عايزين يوصلوا لمرحله من الحوار. وده لو وصلوا له ده منطقه راقيه جدا، ان هو ايه، اصل واحد ملحد يعني هو مش مؤمن بالاسلام طبعا بالتاكيد، ولا بالانبياء كلهم، ولا مؤمن بوجود اله. وفي نفس الوقت هم عايزين يوصلوا لحوار حضاري انه تقبل هذه الاسئله. فدي مرحله يعني صعبه جدا، ولو وصلوا لها وصلنا لمستوى هذا الحوار، ان هو في ازاي يبقى في درجه من درجات الانتقاد، وفي نفس الوقت ما تكونش فيها اساءه، يعني في ايه الشعره ما بين الانتقاد والاساءه. لان هو بيتكلم احمد حرقان حتى في هذا الاستريب يعني، او في هذا البث المباشر، ان في تناقضات في نص القران، وجاب بعض الايات او فكره ان الضلال والهدى، وان هو بايد ربنا، طب ربنا ليه يضل الناس، طب كذا، الحتت اللي فيها ودخلوا في مساله الجبر والاختيار. ومساله الجبر والاختيار دي مساله في منتهى الحساسيه، لانها كانت محور نقاش ممتد على التاريخ الاسلامي. يعني الدوله الامويه كانت خدت فكره الجبر دي، وان ربنا هو خالق الافعال، او ان هو ربنا هو الاراده اللي هي مطلقه حتى في افعال الناس، فكانوا بيظلموا الناس وبيوزعوا الاموال بمزاجهم، ويقولوا دي هذه الاراده الالهيه، يعني هو ايه، وكانوا الفقهاء بيأسسوا لهم لهذه الفكره، ان دي انتوا بتطبقوا الاراده الالهيه، سواء في قتل الناس او في ظلمهم او في سلب اموالهم او اعطاء اموال لاخرين او وهكذا. يعني كل الممارسات اللي فيها ظلم وتجاوز العداله اعتبرها جزء من الدين، انها انت بتنفذ الاراده الالهيه. لدرجه اللي كان بيرفض الجبريه دي اتقتل، زي جعد بن درهم، او لا غيلان الدمشقي برضه، بس غيلان الدمشقي كان ليه قضيه تانية، ابن المقفع. يعني كانوا اللي بيرفضوا فكره الجبريه دي، ومعنى انك بترفض الجبريه يعني بتتهمهم بالظلم وبالاعتداء وباخذ الاموال، وبترفع عنهم الايه؟ القداسه، وان هم وهم شايفين هم بينفذوا ان هم ظل الله في الارض، وان هم بينفذوا الاراده الالهيه. اتقتل الناس اللي عرضت هذه الجبريه. ولما جه المعتزله قال لك لا، ان الشخص هو اللي بيختار افعاله وهو المسؤول عنها، والإرادة الإلهية دي عشان فكرة الزمن، ويعني هو ربما هيكون مطلع على اللي بيعمله البشر، بس بمعنى أصح البشر مخيرين في كل أفعالهم، وإن هم بدون هذا التخيير لا يحق لله الحساب والعقاب. يعني إن هو الناس تجازى بالجنة وناس تجازى بالنار، إلا إذا كان الشخص مخير في اختيارات حياته. طبعا جم الأشعرية عملوا حاجة كده ميكس ما بين الاتنين، وقال لك إن ربنا اللي بيخلق الأفعال، وإن الشخص اللي بيكتسبها، ولدرجة ان هو من صعوبة هذه النظرية وعدم فهمها اصبح الازهريين بيتندروا بيها، زي ما احنا بتوع التعليم العام لما يتكلم كلام مثلا والتاني مش فاهم يقول له يا ابني انا بقول كيمياء، او ساعات كانوا زمان يقول لك انا بقول لوغاريتمات. لوغاريتمات ده احد الفروع في الرياضيات يعني، او احد الفروع في الجبر، او احد الدروس في مادة الجبر او الرياضة البحتة، فانها ربما تكون صعبه شويه، فلما يتكلم كلام مش مفهوم يقول لك دي هاي دي واللوغاريتمات، او ساعات يقول لك هو احنا انا بقول كيمياء، لما يتكلم في موضوع عادي اجتماعي او سياسي ويكون الطرف الاخر مش فاهم. فقال لك الازهريين بدل ما يقول كيمياء او لوغاريتمات يقول لك هو انا بتكلم في الكذب الاشعري، لما يقول كلام مش مفهوم في الحاله الاجتماعيه او السياسيه والاقتصاديه واللي قدامه مش فاهم، يقول له يا ابني هو بتكلم في الكذب الاشعري، عشان النظريه صعبه جدا او مش مفهومه، مش فاهمه ازاي ان ربنا هو اللي بيخلق الافعال والشخص هو اللي بيكتسبها. طب ده ربنا هو اللي بيخلق الافعال، الشخص هيتحاسب ولا مش هيتحاسب؟ اذا هي قضيه الجبر والاختيار قضيه شديده التعقيد. حتى انا فاكر انا في احد الحلقات كنت، او في احد يعني الندوات كنت بتكلم، وجت سيره الجبر والاختيار وقلت الخلافات، فواحد قام هاجمني من الازهر وقال لي هذه الامور قتلت بحثا وحسمت. فطبعا حتى لو قتلت بحثا هي لم تحسم، لان هي امر شديد التعقيد، فكره ان الشخص بيولد فبيكتب هو ايه سيء او حسن في الجنه او في النار، وان كل ده في الكتاب المحفوظ، هي امر شديد التعقيد. وزي ما قلنا المعتزله كان لهم راي التسيير الكامل او الاختيار الكامل، اسف الاختيار الكامل، والامويين كان شايفين الجبر الكامل، وحاول الاشعريه يعملوا حاجه ميكس ان هو يخلوا ان الخلق للافعال هو خلق الهي، لان ربنا هو اللي بيخلق كل شيء، وان الانسان بيكتسب الافعال بس، فما تعرفش في هذه الحاله هو مستوى التخيير والتسيير في
في المذهب الأشعري في أهل مستوى، يعني ما اقدرش تقول نسب الاختيار والجبر في حياته. فالأمر ده دخلوا فيه ودخلوا فيه نقاش فيه، وحاول قدر الإمكان يقدم وجهة نظره، وكانت وجهة نظره مايلة لأن الإنسان مخير حتى لو ربنا مطلع على الإيه، على الأفعال. وده اعتقادي الشخصي. الفكر المعتزلي في هذه القضية قد أقرب للإيه، للصحة، إن في الإنسان في النهاية هو اللي بيختار أفعاله، إذا كان مواطن صالح أو مواطن طالح، هو اللي بيختار حياته، بيختار يكون فاسد أو يكون إنسان تقي أو ورع، أو حتى إنسانيا إنسان جيد، مواطن صالح بمعنى مواطن صالح بيساعد الآخرين، يكتسب الأخلاق الكلية. كل هذه الأمور أنا أميل لفكرة الإنسان مخير، ولذلك هيكون فيه حساب وإيه وعقاب. وكان دايما بيتكلموا العمل الصالح، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. دايما كلمة العمل الصالح مش عارف قالوا اتذكرت كم مرة في القرآن، يعني 70 مرة أو حاجة زي كده، مش فاكر العدد بالظبط، ولكن كانت فكرة العمل الصالح موجودة في القرآن الكريم. حتى لدرجة إنه زي ما قلنا لما قال اليهود إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، أهم حاجة فين؟ والذين يؤمنون بالله وعمل صالح. يعني فكره العمل الصالح هي حاجه مشتركه ما بين كل هؤلاء الاديان، حتى الصابئين. الصابئين هم زي الموحدين، يعني ما كانوش ايه، كانوا قبل في ما يسمى فترات البينيه دي ما بين الانبياء، وكانوا موحدين، يعني اللي هم الصابئين كما تقول الكتب، يعني اللي هم الاحناف اللي كانوا موجودين ايام الجاهليه. فاحنا بنتكلم اهم حاجه العمل الصالح. العمل الصالح هو اختيار الانسان لحياته. وطبعا في نهاية البث المباشر أحمد حرقان بيستأذن إنه هيكمل شغله، إنه يعني واضح إن هو طبعا في ظل هذا الشتاء، وإن هو مازال بيقوم بأعمال يعني يدوية اللي هي الدهانات أو ما شابه ذلك، عشان يكتسب رزقه وإن هو يصرف على بيته، وإن هو يتكسب يعني من إيه، من تعب يده. ودي طبعا شيء جيد، يعني في النهاية العمل حلال في كل الامور، بس ده ردا على الناس اللي بتتهمه ان هو ممول، وان اي حد ضدهم او مختلف معاهم او فكر ولقى وجهة نظر مختلفة ان هو يبقى ممول وبياخد فلوس مش عارف من مين ومن مين بدون اي ايه بينة وبدون اي دلائل، وهو فعلا حياته ما تبينش ان هو يعني بيجيله اي تمويل من هذه الطريقة، بيكسب عيشه من العمل اليدوي، يعني يعتبر في هذا النطاق. المهم خلاصة الموضوع ان انا برفع القبعة لواحد زي اكرم حسن بيتكلم منطلق السلفي، وكان حتى لما قال مرة في احد الآيات القرآنية مبين عدلها له احمد حرقان عليم، وكان دايما بيستعين باحمد حرقان، وقال احمد حرقان حافظ القران افضل مني، وفعلا احمد حرقان قال له انا حافظ القران من الجلده للجلده بدون اي ايه، بدون اي اخطاء، لان حفظته في الصغر. فرد اكرم حسن قال له لا، ده انا حفظته وانا كبير، وانا العلم بينسي بعضه بعضا. وفعلا كان دايما يستعين باحمد حرقان في اكمال الايات بشكل دقيق، الايات القرانيه، وقال له انا كنت مشغول ببعض الدراسات التاريخيه وبدراسات الانجيل، لان انا فهمت برضو ان اكرم حسن ربما متعمق قوي في الانجيل، وبيحاول يجيب بعض النصوص او المرويات اللي عليها اشكاليات. فهي دي المنطقه الحساسه، ازاي ان اكرم حسن يتكلم عن الانجيل ويجيب بعض الامور وربما ينتقدها بدون ان هذا لا يمثل اساءه للدين المسيحي او يتقبلها المسيحي ويحاول يرد عليها كتساؤلات. وفي نفس الوقت ما عشان لازم يبقى في بقى بيسموها ايه، ويل للمطففين الذين اذا اكتروا على الناس يستوفون. هو مشكله بعض السلفيين كده ان هو عايز ينتقد الانجيل ويجيب بعض الايات في الانجيل ويشوف ازاي انها متضاربه مع العلم او متعارضه او متضاده، او ان هي غير مثلا ضد الاخلاق الكليه، او فيها عنف او فيها ارهاب، زي ما بيجيبوا بعض النصوص بهذا الشكل. وفي نفس الوقت هو رافض تماما ان حد يتكلم عن النص المقدس بتاعه. فازاي الشعره دي اللي هي يبقى في تساؤلات زي ما قال اكرم حسن وطلب من احمد حرقان، وزي ما احمد حرقان كان اتكلم ان هو في تضاد وفكره ربنا بيخلق الضلال او بيخلق يعني لو شاء الناس يهديهم او شاء يضلهم، وفكره ان هو ما يكونش هذا مستفز لمشاعر المسلمين وما تخطاش الخطوط الحمراء او استفزهم او يعتبر اساءه للدين او يخش في ازدراء اديان. وحتى انا حزنت جدا انه اول مره افهم ان هو يا عيني كان في ناس تحت بيته بيهددوه، وهو قال انا عارف مين اللي بعتهم، وهو اضطر في هذا التوقيت ان هو يقول لهم ده انا اسلمت وتبت واشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. يعني حتى مش عارف ينزل من باب بيته، وان هو مهدد ان هو يعتدى عليه سواء بالضرب او بالقتل او بايذاء او
باي نوع من انواع الايذاء، فهذا شيء بشع جدا ان الشخص مش امن على حياته بهذا الشكل، لانه كان ليه اختيار فكري بشكل او باخر. فهو ازاي نوصل لمرحله النقاش ده ان هو ما يمثلش اساءه وفي نفس الوقت يكون الراجل مش مؤمن، يعني الراجل مش مؤمن بالانبياء كلهم ولا مؤمن بوجود اله، فهل من حقه يعبر بدون ما يهين الدين الاخر؟ وزي ما اكرم حسن بينتقد بعض النصوص في الانجيل لان هو شايفها من وجهه نظره انها محرفه، بيقول ان هو برضه ما يمثلش اساءه للايه؟ للمسيحيين. ازاي نوصل للمستوى ده من النقاش؟ اتمنى ان احنا نوصل له والناس تتناقش بشكل فيه حريه، وربما البرنامج الجديد اللي بيتكلموا عنه طبعا الاندرويد مش ايفون، اللي هو بيسموه الكلاب هاوس، او ان هو الناس تخش تتكلم مع بعض، هيبقى فيه غرف تتحمل مثل هذه النقاشات، والناس تقول آراءها، والناس تقول إنها بتختلف مع النصوص القرآنية، أو إنها بتشوف فيها تضارب، أو إن التاريخ الإسلامي مليء بالأمور البشعة أو العنيفة أو ما شابه ذلك، وفي نفس الوقت يكون من الطرف الآخر برضه شايف النص الإنجيلي أو هو بالشكل أو بآخر. يعني هذه النقاشات بهذا الشكل ستذهب بنسبة من المجتمع إلى مربع الشك. هل إحنا قابلين إن هذه النقاشات تحدث، ولا هنرفضها بالكلية، ولا هنقبلها مع ربما من وجهة نظر المتدينين أثرها السلبي سواء على المتدينين المسيحيين أو على المتدينين المسلمين، وإن هو ممكن واحد زي أحمد أمين كده يطلع من الموضوع من مثل هذه الغرف، لأن الكلاب هاوس حاجة أوبن محدش هيقدر يسيطر عليها، وأكيد زي ما هو موجود على الأيفون هيروح لأندرويد، والناس هتتكلم مع بعض في السياسة، في الدين، في الأمور الاجتماعية، في الجواز، في الجنس، في كل حاجة. احنا هيبقى بقى صوت، مش مجرد بوستات بدون صوت، الصوت فيها روح اكتر، الناس تتكلم مع بعض في هذه الغرف، ولن يستطيع اي اعلام ان هو يسيطر على الامور. الامور خرجت عن السيطرة والعولمة اصبحت امر واقع لا يستطيع احد ان يتجاوزه، لانه لو تجاوزه هيتجاوز الحياة، هيتجاوز العالم، لان انت كل حياتك ماشية بالانترنت، التكنولوجيا كلها ماشية بالانترنت، البنوك، الاقتصاد، الاجتماع، الحياه، كل حاجه ماشيه انترنت. فبدل هتقبل بالانترنت وتستفيد من ايجابياته، لازم تتحمل ايه؟ اعباءه وواجباته وربما بعض سلبياته. الى اي مدى سيستطيع المجتمع المسلم وان يصل الى هذه المرحله من النقاش اللي بيعملها اكرم حسن اللي هو الحوار الايجابي؟ عايزين نحط اسسه ومعاييره، ازاي ان احنا نوصل لهذا المستوى من الحوار، نسمع واحد ملحد، نسمع واحد ربوبي، نسمع واحد لاديني، نسمع واحد شايف ان الانجيل محرف وشايف بعض فيه نصوص بتحض على العنف، حد تاني شايف بعض جزء من التاريخ الاسلامي او جزء من مرويات مرفوضة عقلا او مرفوضة من عن طريق العلم او انها لا تصل في هذا الزمن. كل هذه الامور لابد ان جبرا العولمة كاسحة، وهناك سيل قادم، ولو لم يستطيع الشيوخ بشكل او باخر ان هو يتجاوبوا مع هذا التسونامي العولمي اللي هو فيه نقاشات مفتوحه وفيه افكار بتطرح على كل المجالات التكنولوجيه والسوشيال ميديا، هذا التسونامي سيكسحنا. لابد ان الاديان تتطور، تقدم تنازلات زي ما قدمت الكنيسه الغربيه، تكون اكثر رحابه صدر. اي الاديان بقى سواء اليهوديه او المسيحيه او الاسلام او الهندوسيه او غيرها، او اي ديانه تتحمل درجه من درجات العولمه والناس تروح لمربع الشك وترجع او ما ترجعش، كل هذه الامور اعتقد جبرا ستفرض علينا، وان لم يعني نستعد ونمارس درجه من درجات المرونه ربما يحدث صدام لا تحمد عقباه على الاديان. يعني هو صدام فكري، صدام فكري على السوشيال ميديا ربما تكون لو لم تتجاوب معها الأديان بشكل أو بآخر ربما تكون معدلات الهروب والشك تكون أكبر. أتمنى أن هو الشيوخ يتسموا درجة من درجات المرونة ورحابة الصدر، وأن احنا نحط أسس ومعايير لهذا الحوار الإيجابي اللي لا يخرج الناس عن المربع الكراهية، ويظل الناس زي ما شفت أنا أكرم وأحمد بيحبوا بعض جداً، وده في مسافة في مربع الإلحاد الكامل، وهذا في مربع التيار السلفي. من كان تيار سلفي متمدن يعني، بس في النهاية أعتقد إن هو شيء مقبول، ونحييه على رحابة صدره وعلى حبه الإنساني لأحمد حرقان. وطبعا هشير لكم
هو ساعتين لربع اللي هو الحوار ده اللي عايز يسمعه كاملا، انا خدت منه مقطع بس وهحطه في اول الفيديو وبعد وبعلق عليه يعني. ده كان موضوع حلقتنا النهارده، وشكرا جزيلا، ونكمل في حلقات لاحقه. ما تنساش تشترك في القناه لو مش مشترك، وتعمل لايك للفيديو لو عجبك، وتشيره لاصدقاء اخر لو كان شايف فيه الفايده. شكرا جزيلا.